في مدينة السلام، تحديداً في هذا المنزل، تعيش ثلاث عائلات فرت من جحيم الحرب الدائرة في مدينة الحديدة غرب اليمن، خوفاً من مصير مجهول لتبدأ صراعها مع الحياة هنا في العاصمة المؤقتة عدن. هي سبب انتقالنا من الحديدة إلى عدن، يعني اهتدم بيتنا مع الحرب، يعني ولجأنا لعدن، يعني وجينا للبيت ذا، شقة مفروشة 70,000، حتى الإيجار ما قدرناش يعني اسمه ندفعه لصاحب البيت كل شهر وشهر. أخي مسكين تعبان، شهريا علاج يصرف له. صراحة ظروفنا صعبة جدا، بس الواحد يقول الحمد لله. عائلة العم حسين إحدى الأسر النازحة التي لم تجد سوى هذه المساحة البسيطة، حيث تبدو ضيقة ولا تكفي لعدد أفراد الأسر في ظل غياب أي دعم أو التفاتة من الجانب الحكومي أو المنظمات الإغاثية. على هذه الأرض يقضون نهارهم، هنا يتحدثون وهنا يأكلون، وفي المساء يفترشون الأرضية ذاتها للحصول على قسط من الراحة، لكنهم يبقون عالقين بين مخاوف كثيرة، منها ارتفاع الإيجار واستمرار رحلة البحث عن عمل للتكسب، وأخرى حلم انتهاء الحرب والعودة إلى الديار. وجه الحكومة أنها تنظر يعني بعين الرحمة والاعتبار. إنسان يعني قدم يعني حياته يعني دفاعا عن الوطن ودفاعا يعني عن تربة هذا يعني اليمن، ولكن ما تحصل على أي حقوق مستحقة لي، يعني بحكم أنها خدمت 40 عام، 40 عام خدمت بالقوات المسلحة بدون انقطاع، ما تحصلت على أي يعني مساعدة سواء كان من الدولة أو من يعني منظمات أو من أي يعني جهات أخرى. نموذج واحد يحكي قصص العديد من العائلات النازحة في اليمن التي تركت خلفها حياة كاملة كانت تنعم بها وذكريات سنوات من العمر هناك، وهي أثمن ما باتوا يمتلكون اليوم. ليبرز السؤال الآن، إلى متى يظل نزيف النزوح في الساحل الغربي؟ حنين جمال، بلقيس، عدن.